ما تيجي تطرح فكرتك لمستثمرين، واحدة من أهم السلايدات أنك تحكي عن حجم السوق. مرحبا أصدقائي، يعطيكم العافية، أنا جاسر غرايبي من 24 أونلاين، وفي هذا الفيديو راح نحكي عن شو هو حجم السوق. في ثلاث مصطلحات رئيسية لازم تفهمهم في حجم السوق. أول مصطلح بسموه التام، تام اختصار للتوتال أدريسبل ماركت، يعني حجم السوق الكلي. خلينا نطرح مثال Airbnb. تطبيق Airbnb حكى أنه حجم سوق البوكينجز أو الناس اللي بتحجز غرف فندقية في العالم سنويا يقدر ب 200 مليار حجز. فهو هنا خاطب السوق بعدد الحجوزات. عندنا نوعين من انواع طرح حجم السوق، اما عدد زي احكي انه في 200 مليار حجز سنويا، او راس مال زي حجم السوق هذا يقدر في 75 مليار. بالنسبه لاير بي ان بي اختار انه يطرح عدد الحجوزات الموجوده في العالم، فحكى انه بيتم بالعالم 200 مليار حجز فندقي سنويا. بعدها راح على الشيء الثاني من جزئيه حجم السوق، اول شيء التام، بعدها بنروح على الجزء الثاني بسموه السام. السام اختصار للسيرفيسبل ادريسبل ماركت، او الجزء من السوق اللي ممكن خدمتك تكون مناسبه له. فبهاي الحاله حكى انه في 560 شخص بيحجزوا من خلال تطبيقات زي بوكينج وزي هوتيلز. فهو حكى بالاول انه حجم السوق الحجوزات كله 2 مليار، في 560 مليون بيستخدموا تطبيقات. اخر جزئيه اللي هي السم سيرفيسبل اوبتينبل ماركت، انا قديش ممكن ياخذ من هذا السوق. راح Airbnb حكى انه انا بدي اخاطب جمهور اللي هم الناس اللي ما بدهم يحجزوا غرف فندقيه، الناس اللي بدها تعيش بالكلتشر، فممكن تحجز شقه او غرفه مع احد الاشخاص. حكى انه انا بخاطب 10-15% من هالسوق، فبتخيل انه ابيع برينج 85 مليون حجز على Airbnb. طبعا Airbnb تبين سوقه اكبر بكثير من الشيء اللي حسبه وتحولت لشركه ملياريه. راح اطرح مثال اخر على شركه شغال معها انا الان حاليا، عملنا لهم دراسه للسوق، وهي الشركة مختصة في التريدينج تبع الستوكس. فالتام توتال ادريسبل ماركت اللي هو حجم سوق الستوكس العالمي، ويقدر ب 1.2 تريليون دولار، فالسوق ضخم جدا سوق الستوكس، التجارة في الستوكس. الجزء الثاني من العملية التطبيقات اللي مختصة في التجارة بالستوكس، يعني ما بقدر اخاطب اي حد، انا بدي اخاطب الناس اللي بتستخدم التطبيقات في التريدينج. السيرفيسبل ادريسبل ماركت قدروا عنا في قيمة 5 مليار، وهم الاشخاص اللي بيعملوا تريدنج من خلال الموبايل ابس. اخر شيء السيرفيسبل اوبتينبل ماركت اللي هم الناس اللي عم تخاطبهم، كون احنا كنا مخاطبين السوق السعودي، فدرسنا حجم السوق السعودي بالناس اللي بيستخدموا تطبيقات وبيتاجروا في السوق السعودي بعمليه التجاره في الستوكس والكوميديتيز والبونز، وطلع حجم السوق يقدر في مليار. فهاي الطريقه اللي انا قسمت فيها السوق. اول شيء حكيت حجم السوق ككل كستوك ماركت، بعديها رحت على التطبيقات المختصة في الستوك ماركت، بعد هيك رحت على الناس اللي أنا بدي أتوجه لهم مباشرة في خدمتي. فهيك إحنا قسمنا السوق ل تام حجم السوق الكلي، سام حجم السوق اللي بقدر أخدمه، وسم حجم السوق اللي أنا بدي أروح له وأقدم له خدمتي. فأنت بهاي الطريقة لازم تطرح التام والسام والسم. إذا كنت محتاج مساعدة خاصة في السلايد ديك تبعك وكيف تعمل دراسة للسوق لها مشروعك، هذا السلايد من أهم السلايدات، مهم إنك تعمله بشكل صحيح. بإمكانك تحجز استشارة خاصة معنا من الرابط في الأسفل، تعرفنا أكثر على الستارت اب تبعك ونعرفك على خدماتنا وكيف نقدر نساعدك بشكل صحيح تجيب تمويل وتكبر مشروعك بشكل أفضل. تابع فيديوهاتنا، اعمل سبسكرايب ولايك للقناة، وفي فيديوهات كثيرة راح تصير تنزل تساعدك تنقل مشروعك خطوة بخطوة للريادية ولنجاح أكثر. هذا الفيديو مقدم لكم من 24 أونلاين، احنا شركة برمجة بتقدم خدمات بتساعد أصحاب الأفكار أن يحولوا أفكارهم لتطبيقات عرض الواقع ولشركات ريادية ناجحة. نساعدك في دخول السوق بشكل صحيح، نساعدك في إيجاد المستثمرين، وحتى ببناء تطبيق وتقديم خدمات زي CTO as a Service وغيرها. هاي نهاية الفيديو، أتمنى لك يوم سعيد وإلى اللقاء.